الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تم بعون الله وتعالى والجهود المقدرة التي بذلها المسؤولون في الإعداد والترتيب للانتخابات، وما تحلى به المواطنون من وعي كبير تجسد في التزامهم باللوائح والتعليمات خلال عملية الاقتراع، مما عكس الوجه الحضاري لدولة الكويت. أما بعد، لقد تنافس على مقاعد مجلس الأمة في الدائرة الرابعة 40 مرشحا من السادة والسيدات، حيث تضم الدائرة 201 مركز اقتراع بعدد ناخبين يربو على 208,900 ناخبا وناخبة. وقد تصدر الفوز بالدائرة المذكورة 10 مرشحين من المجموع الكلي، وهم السادة التالية أسماءهم: إذ حصل الأول شعيب شباب المويزري، وقد حصل على عدد 8,995 صوتا، والثاني محمد هايف المطيري، وقد حصل على عدد 7,266 صوتا، الثالث مبارك حمود الطشة، وقد حصل على عدد 7,098 صوتا، الرابع مبارك هيف الحجرف، وقد حصل على عدد 6,342 صوتا، الخامس ثامر سعد صويت، وقد حصل على 5,597 صوتا، السادس مرزوق خليفة الخليفة، وقد حصل على 5,170 صوتا، والسابع حصل على والسابع سعد علي الخنفور، وقد حصل على 5,007 صوتا، الثامن عبيد محمد الوسمي، وقد حصل على 4,834 صوتا، التاسع عبد الله فهد العنزي، وقد حصل على 4,825 صوتا، والعاشر وهو الأخير يوسف محمد البذالي، وقد حصل على عدد 4,735 صوتا. وبذلك يكون المذكورين قد حصلوا على مقاعد في البرلمان الكويتي. وبهذه المناسبة نعرب عن خالص تهانينا للمرشحين المذكورين بهذا الفوز، سائلنا الباري جل وعلا أن يوفقهم على حمل أمانة تمثيل الأمة وسيادتها بالتعبير عنها وبكل فعالية واستقلال، وأن يحفظ الكويت وشعبها ويمتع أميرها وولي عهدها بوافر الصحة وتمام العافية، وأن يديمهما قائدين حكيمين لها، متمنين للجميع كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته. وبهذه المناسبة نود أن نذكر ونشير إلى أن كل من السادة التالية أسماءهم، وهم بدر سيار عيد الشمري، ومحمد عوض عبيد المطيري، ومتعب عايد الزايدي، وهما المرشحون في الدائرة ذاتها، قد حصل بدر سيار على 3,902 صوتا، وحصل محمد عوض على 3,700 صوتا، والأخير متعب عايد الذايدي حصل على 3,643 صوتا. وحتى يستفتي الباقي نسب أصواتهم التي حصلوا عليها، فعليهم مراجعة الجهات المعنية ذات الصلة في إعلان النتائج. وفي الختام لا يفوتنا أن نتوجه بوافر الشكر والامتنان لوزارة الإعلام والقائمين عليها لما بذلوه من تغطية إعلامية تتناسب هذا الحدث الديمقراطي، وكل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.